شرب العيه. انا هون بكاس كامبار الفود كونسلتنت، عملنا المنيو، اشتغلنا على المنيو انا والتيم، تيم 7 أو 8 اشخاص كنا عم نشتغل على فتره 3 اشهر كرمال نعمل منيو. 3 اشهر فتره طويله صح، بس كانت اكسبيرينس كثير حلوه لالي، لان قدرت اجمع ما بين الاكل اللي نحن بنعرف نعمله وبنحب نعمله مع البراندز تبع كاس كامبار اللي هن سنجل مولتس وكل السبيرتس اللي معقول تشوفها انت على رفوف بالسوبر ماركت. صار في عندها صحن بيشبهها او مستوحى منه. انا مثل حيلا شاف، ما في حدا بيكون بالكيتشن ما بحب الاكل، ما بحب يخترع قصص جديده بالاكل. تشالنج كثير حلو كان بكاس كامبارل، ان قدرنا نخلق كوزين تعد جديده بلبنان، بس بذات الوقت بدك تكون مؤسسها من الاكسبيرينس تبعك ومن يلي تعلمناه نحن بالكيتشنز، بس بطعمات جديده وبرزنتيشن جديده. كاس كامبارل هو فرع من ريتيل شوب فيك تعتبر لفينشنتي جروب. فينشنتي جروب اللي عنده بيستورد من برا من كل دول العالم تقريبا اهم انواع الكحول. بلش از ريتيل شوب بقلب الشركه تبع فينشنتي، بعدين فتحوا فقره، بعدين فتحوا اشرفيه، بعدين داون تاون. عملوا انفيوجن للالكحول، دخلوا الالكحول على الاكل كرمال ليبينوا البراندات وكيف تتعاطى مع بعضها. بداون تاون بلشنا نشتغل على الموضوع من حوالي 4 شهور، اخذ معنا البروجي 3 شهور، بيناتهم شهر ونص تريننج على البراندات لنفهم نحن مزبوط شو نحن عم نستعمل بالاكل وكيف بدنا ندخل هالالكهول على الاكل. 50% مع الفكره انه 50 ل 60% بس من الصحون فيها الكهول، بس بطريقه لذيذه. في صحون فيها الكهول، في صحون مستوحيين من طعمات، يعني من وين جاي الصحن، ان كان معطق الالكهول باوك بارل دخلنا الطعمات على الـ على الـ على الصحن، وان كان مفلتر ببعض القصص دخلناهم كمان هنكهات على الصحن كرمال ليصير الصحن يشبه بالشكل او بالطعمه القنينه اللي موجوده عند فينشنتي. اليوم حيكون عندنا سيلكشن من نيبلز يلي يكونوا عم يشبهوا الكاسات تبعنا، ستارترز، ابيتايزرز، سالادز، كلهم مستوحيين وبيشبهوا الانانه تبع فينشنتي جروب وتبع كاس كامبارل. وكل صحن حيكون معه درينك سيجنتشر كوكتيل بيشبه ال يعني تو بير ويز. انا كريس سابا، اي ام ويسكي انتوذياست، وانا ريسنتلي سيلز مان بكاس كامبارل. بدايه نحن كاس كامبارل وي ار ا لكجري سبيريتس بوتيك، وي هاف ذا هول فرايتي اوف سبيريتس فروم فودكا، جن، روم، تيكيلا اند ويسكي. Everything here is imported. We have nothing local. خلونا هلا نعمل برمة سوا. في عنا هون تحديدا للجن. We have all types of gin: Spanish, French, British gin, Italian gin. نمشي لهون في عنا Polish vodka, Chopin, blended malt whiskies, blended Scotch whiskies, Irish whiskies, peated single malt Irish whiskies. هون هيدا الوول كله هو Scotch single malt whiskies. Okay, we have peated whiskies, fruity whiskies, all types of flavors, matured in all types of barrels. نرجع منجي لهون، we have the berry bros, we have the bourbon whiskey. Bourbon is known as 51% corns with fruity and vanilla notes. هون منجي للليكرات، في عنا all types of liquors, سيرويات، في عنا ليمونشيلو، fortified wine. نرجع منجي لهون عنا الشامبين، بروسيكو، we have wine, red wine, rosé, blanc, french wine, portuguese wine, spanish wine. لنرجع نجي على الجابانيز وول. الجابانيز they are very distinctive. الالكول تبعهم كتير على الاتيكات اذا فينا نقول. في عنا ويسكي، في عنا فودكا، في عنا جن. they are very smooth. ومننهي برمتنا بكاسك ان بارل بذا بنتلي اوف ذا ويسكي اللي هي المكالن. مكالن كلنا بنعرف انه في كولكشن كتير كبيره، في عنا مثلا ذا ريد كولكشن، في عنا بوتيك كولكشن، في عنا اناني they are very rare وكتير صعبه انه نحن نقدر نجيبها. كلاسيك كاتس 12 15 18، كل شيء يعني معقول ينوجد بالمكالن وي هاف ات ان هير. وهون عنا على المكالن بار لحتى نعطيه فاليو اكثر خلقنا له شيء اسمه بار، هيك كرمال الزباين اللي بدها تجي تشتري قنينه وي ذي كود هاف ا تيست اوف ذا مكالن اند ذن ذي كان باي ات. تو كرييت ا برايفت امبيانس
خلقنا محل اسمه البرايفت روم. هيدا البرايفت روم از ميد فور برايفت ميتينجز، برايفت دينرز، برايفت ماستر كلاسينجز، ماستر كلاسز، فود بيرينج، ايفريثينج يو كان دو يو كان دو ات ان برايفت. وبيتضمن هيدا المحل فوق ال 196 قنينه اون توتال. بلشنا بأول صحن كينج كراب سلاد على غواكامولي، عوجو أليبوس، مسكال. تاني صحن عنا شريمب بينا كولادا، أكيد بينا كولادا صوص مع كاسامرام، وعنا حدو الباني بوري مع بيس والشانتي كريم. تو أوبن فيس ساندوتشز، واحدة اسمها بيف اسكاباش اللي هي بيكل بيف، مخللين اللحمة نحن بجيم بيم وبخل بلساميك، وفي تحتها هورس راديش مايو صوص. والتانية سمو منقوع ببيتروت بكذا شغله ثانيه تحته في غواكامولي. كاسك اند باريل يعني عم نحكي عن ويسكي، عم نحكي 54 ديفرنت فرايتيز. فينشنتي نحن اصحاب من كثير كثير زمان وبعرفهم ايام كانوا يعملوا ايفنتس بولياكوف، بتذكروا شوي. اند ذن فاست فورورد، اليوم صار في المحل اللي هو تيستينج باينج والريستوران. صرت عرفت انه صديقي من 2016، سوق الاكل، ستريت فود ماركتس، دبي، ابو ظبي، شربل. قلت مش معقول، لازم اجي اشوف شو عم يعملوا. عملوا اكل بالكالتشر تبع شربل اللي بحبها كثير، زيد عليهم شويه الكول، اند هير وي ار. فتحوا جديد ويمكن اول مره عم تحضروا شو عنهم، ففيري اكسايتد. اللي دقتهم لهلا ولا غلط. هذا صحن اسمه بورتوفينو هاماشي تيراديتو. سو بيزيكلي اكثر هو بيشبه الايطاليان فايبس تبع البورتوفينو، بيشبه الكرودو اكثر بالاجريم تبعه، بالهيربز، بكل شيء. اذا بتطلع بالصحن وبالانينه بتشوفهم كثير بيشبهوا بعض. الازرق هو نفسه البحر تبع البورتوفينو فايب. عملنا ويفز بقلب بكوكونات ميلك كرمال ليشبه الصحن اكثر. الهماشي فيها الوان مثل انينه بورتوفينو نفسه، يعني فيها نفس هول الالوان. اذا بتحط الانينه حد بعضهم تشوف قد ايه قرب من بعضهم. هماشي كثير طيبه. على وجه استعملنا زيت زيتون، استعملنا بالصوص تبعها يلي هي الجولي اللي تحتها، استعملنا ليمون، لايم، جريب فروتس وكل شيء كرمال تشبه شوي الفايب تبع بورتوفينو، واكيد بالصوص فيها بورتوفينو. فكرت الصحن هيك انا ما عرفت انه جولي، افتكرت الصحن لونه ازرق. نايس تكستشر اند فليفرز، برافو. تكنيك موزايك، بيجمعوا كل الايتمز على بعضهم، تونه وصومو مع بعضهم مع جيم بيزل بورتوفينو صوص. حبه حد الثانيه موزايك ترندنج اول اوفر على السوشيال ميديا حاليا. قبل ما نكفي ندوق بدي اقول لكم انه انا متفاجئ وكثير مبسوط بشربل، كثير كثير مبسوط فيه. شربل قصتنا بلشت من كثير زمان، اند ذن طورت خروف، ستريت فود، فردبيان، ضيعه، لبنه، جبنه، بهار، صوصات، سكاكين، مطاعم دبي، ابو ظبي، اند ذن اليوم عم نحكي عن اب سكيل كوزين. ما لنا فاين دايننج بس عاليه، مرتبه تكنيك، في كثير تكنيك. لحد انا ما درس شيف، في كثير تكنيك، ان كان الجولي ما بنشوفه من مكان، ان كان هول الدايست موزايك ما بنشوفه من مكان. الفليفرز مزبوطين، التكستشرز مزبوطين، الطعمات مزبوطين. انجويينج ا ديفرنت كايند اوف كوزين. Good quality. الكول عم بيصير هون وهون وهون بلا ما يعمل مرورة وبيعطي طعم مظبوطة. Impressed. So بتجوا لهون البار حلو، قضوية حلوين، الأنين عم بيبنوا وين ما كان، موسيقى حلوة نحن موتينا شوي. Drinks ongoing، كاس ورا كاس ورا كاس وبتذوقوا كل شيء. وصحون الفاي طيبين ملح، وحتى حموضتها وصحون طيبين كثير.
دينر جود فايبز والجمعة كتير حلوة. وبالاخر اذا حبيتوا الدرينك اللي عم تاخذوه تنزلوا على الطابق التحتاني بتشرع قنينة بتطلعوا فيه على البيت. طب باو بان تشيكن كاتسو فرايد تشيكن مع ايبيكي ترياكي مايو صوص. ليه مكسيكا مثل الخورة؟ ليه مكسيكا مثل الخورة على المسبح؟ شو مع صوص؟ انا والباو بان ستيل اصحاب. رائع صوص، رائع مع صوص. واو، اخذنا على البحر، طلعنا على الجبل، اخذنا على اسيا، ردنا على اوروبا، كلهم سوا من يوم واحد. اوف جود جوب. مرجاز فلامبي باردمور بورت وود. سو الويسكي الاردمور معطقه بالبارلز تبع البورتو. سلايدرز ايريش انجلس ام بي 3 بلس لحمه سوبر سمبل مع جيم بيم صوص بوتيتو بون. باي ذا واي عندنا فيري رير سيلكشن اوف تشيزز كلهم فيهم الكحول. سو عندنا جين تونيك بعد شوي بدقوها وهيدي كلها سنجل مولد ستاب فرويج. واو لا لا ويت unexpected flavors. هيدي الجبنه اللي بتخليك تسكر عيونك قد ما الحديه تبعيتها. واو وبتدوب texture flavor الكل بيطلع من الفار. واو انا علقت هون. amazing memorable. ايها حبيت اكثر شيء جن اند تونيك. اوف ما بقدر هيدا بحدق لك اياها. good job good job. سو عنا اول شيء لافروغ لينغويني، عنا اوكتوبس مع بلودي ماري صوص، وعنا اويستر مشروم ويل مارينيتد بالتشيكن مارينيشن بس توتالي فيجن مع فرايز عجنة. لافروغ باستا يعني مع ويسكي بتلف على الشوكه مزبوط، لمعه مزبوط. او ماي جاد ريحتها طعمتها زيت شي. شو عامل يا شربل؟ بلادي ماري شو حلو الاسم؟ شو حلو الاسم؟ بعد عن القميص لفتها حلوة لينغويني سخنة كتير بتحرق لسان عن جد. برافو 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 تو تامز اب. برافو شو بدي اقول لك برافو. واو هذا الدرينك اسمه ذا اوكي سبايسي بقلبه كوكونات ووايت شوكليت صوص نحن بنعملها هوم ميد وبنحط بقلبه ويسكي اوكنتوشن امريكان اوك كثير طيب وطيب بعد الاكل لانه سويت شوي للي بحب السويتنس بالدرينك. اسبريسو كورفوازيه بقلبه اسبريسو شوت لافازا اسبريسو شوت وبقلبه كورفوازيه كونياك وفيه التاتش تبعه النو فانيلا سيروب. فيل ميلانيز ولا مطبخ فينا نعمل شيء لحالنا طلبات تيمور بهذا المحل معي ابطال بيناتهم اثنين على 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 راس هذا التيم شيف جد بارما شيف نجيب كلوش منه معنا اليوم شباب ابطال لحالي ما في اعمل شيء. انا بدي اقول لك انا جود جوب عن جد جود جوب من قلبي من قلبي من قلبي بعرف ان في ريسيبيز باستا قلت له ليك انا بعمل باستا اسمعي بطل على بيتك توب 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 فيري جود جوب. كل ما رح تاكلوا اكل طيب في تعب تحت عم بيصير تحتكم اكثر من 8 اشخاص بيناتهم هذا البطل العظيم مستقبل سوبر واعد. ميرسي لك جود جوب ثانك يو. موس شوكولا مع ماكالن وبوب كورن مع كراميل انا بينا كولادا مع بقلبها كمان مانجو قدامها جيم بيم كراميل مع البان بيردو وماستيكا ايس كريم. سهره حلوه سهره كثير كثير حلوه الاكل كثير طيب الدرينكس بعقده ضحكنا ضحكنا ضحكتها بتعرف كل شغله فيها الكول شوي بقلب الصحون فبصيروا ات ادز اب بالاخر الجو بصير كثير حلو الاجواء كثير حلوه ما في شغله اكلناها ما حبيناها اند ديفينتلي كلنا كنا عم نقول مع بعضنا وي ويل بي كومينج باك.